إن مؤتمر اليوم قد ناقش على مدى 4 أعوام مواضيع عدة في مناهج الرياضيات مثل دور التقنية وكذلك التعليم المبكر للرياضيات. واليوم تسلط النسخة الرابعة من هذا المؤتمر الضوء على التقويم التربوي لمادة الرياضيات في 14 من شهر مارس من كل عام، والتي دعا لها الاتحاد في جمعيته العمومية الأخيرة. وأخيرا إقامة النسخة الثانية من الملتقى السنوي لبحوث الرياضيات بعقد 3 حلقات عمل دولية. وفي الختام أشير إلى أن عمل اللجنة كجهة معنية ومرجعية لشؤون الرياضيات بالسلطنة تحت مظلة بيت الخبرة جامعة السلطان قابوس يعكس ترجمة عملية لاهتمام السلطنة بالرياضيات، وهو في حد ذاته دافعا لأعضاء اللجنة لبذل المزيد. صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد الموقر راعي حفلنا اليوم، الحضور الكريم، أشكركم جزيلا لحضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتي قد تبدو في الأول أنها بعيدة عن الأرقام، ولكن عندما نتطرق إليها طبعا من قرب نجد أن كل شيء في الموسيقى هو مربوط بمعادلة رياضية وحسابية. رح يساعدني في هذه المداخلة البسيطة اليوم المختصرة الدكتورة سعيدة خليلوفا على البيانو، والأستاذ وائل قاقيش على آلتي البزق والرق. عندما نتحدث عن أي تاريخ وعن الفلسفة في هذا المجال، طبعا الجميع يبدأ من الإغريق ومن الحضارة الإغريقية، وطبعا هذا فيها نوع من المغالطة التاريخية، لأن هناك حضارات أخرى سبقت الحضارة اليونانية. بداية أود أن أرحب بكم في يوم الرياضيات العماني والمؤتمر الدولي حول التوجهات في مناهج مبتكرة للرياضيات. ويشرفنا حضوركم جميعا هنا في رحاب جامعة السلطان قابوس. أيها الحضور الكريم، ضيوفا ومشاركين، يسعدنا أن نرى وجود اللجنة العمانية للرياضيات في الحرص على الحفاظ على يوم ومؤتمر الرياضيات متسلسلا ليعقد مرة واحدة في كل سنة، حيث تمكن الرياضيين في أنحاء السلطنة الاجتماع واللقاء لعرض نتائج أبحاثهم العلمية ومناقشة المزيد من التطورات الجديدة فيما يتعلق بالأساليب المطبقة في مجالاتهم. بروف أنتوني كيلي، الدكتور نسيم كاندي، يوم الرياضيات العالمي بجامعة السلطان قابوس فعالية علمية وتظاهرة ثقافية. اليوم ركزنا في مداخلتنا على أهمية الرباط القوي بين الموسيقى وبين الرياضيات. الموسيقى لغة الكون، وهي جزء من التناغم الكوني بتضاريسه بإيقاعه الجميل، وركزنا فيها على أهمية الأحاسيس في الموسيقى العربية والفلسفة التي وضعت الموسيقى كواحدة من أهم العلوم التي تربط هذا الكون الجميل. استعرضنا فلسفة بيثاغورس، أفلاطون، أرسطو، ولكن أيضا كتابات الكندي والفأرابي. فجاءت الموسيقى هي لحن الخلود، وهي لغة الكون التي تربط الموسيقى بالعلوم في هذا الجو الجميل المفعم بالثقافة وبالرياضيات. فنتمنى لليوم الرياضيات العالمي التوفيق
والذي وضع جامعة السلطان قابوس على خارطة العالم بالنسبة للتواصل بين الموسيقى والعلوم. ليوم الرياضيات العماني، وهذه بالحقيقة المرة الرابعة اللي نحضر بها المؤتمر بناء على الدعوة اللي توجهت لنا من الدكتورة ماجدة الهنائي رئيسة اللجنة. وفي كل مرة حقيقة نشوف أشياء جديدة تختلف عن السنوات السابقة للمحاضرين عن علاقة الموسيقى بالرياضيات، وهذا يعني شيء يعتبر شيء جديد وليس شيء جديد ولكنه بالحقيقة شيء جديد بالنسبة للمؤتمرات اللي عادة نحضرها في الرياضيات. عادة تتكلم عن البحوث المجردة والبحوث التطبيقية، ولكن أن نشوف الموسيقى تظهر بهذا الشكل، وإحنا نبارك جهود اللجنة العمانية للرياضيات ومستعدين لدعمها دائما. وفي الحقيقة إحنا ندعمها دائما في حضور مؤتمراتهم وفي عمل ورشات مشتركة، لأن إحنا نعرف الرياضيات تواجه يعني عملية تدريس الرياضيات مشكلة رئيسية يواجهها الكثير من الطلاب، فنحاول جهد الإمكان أن نحسن طريقة طرق التدريس في الرياضيات. يجب أن نركز على هذه بالدرجة الأساسية.